مقتطفات فكرية للمفكر عبد الجواد ياسين. على مدى زمني طويل من تاريخ التدين لم يدخل القانون في بنية الدين التي ظلت تشير بالأساس إلى ممارسات طقوسية ومضامين روحية مشربة بوعي أخلاقي عام. وعلى الرغم من أن الغرض التوجيهي للأخلاق يجعل منها قانونا بالمعنى الكلي الواسع، يظل الفارق واضحا بين المبدأ الأخلاقي والقاعدة القانونية التي تشير إلى حكم تفصيلي مشمول بسلطة زجر خارجية تكفل تنفيذه عند الاقتضاء. عبد الجواد ياسين. ويقول: حضور الدين بما هو نظام اجتماعي يبدو أكثر وضوحا في النسق الكتابي، وخصوصا في الإسلام، بسبب فكرة الشريعة التي تبسط سلطة الدين على مساحة أوسع من الاجتماع، ما يعني تصعيد قابليات التناقض. ويقول: المشكل ليس في حدوث التدين بل في تحوله إلى دين، أي في اكتسابه لسلطة المطلق المؤبد. ويقول: الدين بما هو وحي هو المطلق المفارق القادم من خارج الاجتماع، وبالتالي فهو ثابت لا يتعدد ولا يتطور، الله والأخلاق الكلية. التدين هو ممارسة الدين في العالم أو داخل الاجتماع، وبالتالي فهو خاضع لقوانين الاجتماع التي تفرض التعدد والتطور. الديانة نظام جماعي ينشأ بفعل التدين في سياق جغرافي تاريخي خاص، فهو صورة من صور التدين يرد عليها التعدد والتطور. يقول: إن التفرقة داخل النص الصحيح بين المطلق الإلهي والنسبي الاجتماعي، أي بين ما هو دين ثابت وتدين يجوز تغييره، هي وحدها ما يكفل تحصين الدين ضد نسبية الاجتماع، أي ضد التناقض الحتمي مع الزمن المتغير. وإلا فإن الدين سيظل معرضا على الدوام لمشكل مصداقية، لأن الواقع المتطور سيكشف لا محالة عن نسبية الاجتماع وسيفرض عليه التغيير. ويقول: بوجه عام وعلى المستوى التوحيدي، النظام الديني ينطوي على إشكاليات هيكلية ثلاث تضمن استمرار التوتر بين الدين والاجتماع الخام، وهي ما أسميه بالمعضلة النظرية. واحد: إشكالية التناقض مع قانون التطور. النظام الديني يطرح مفرداته الاجتماعية الناتجة عن حقب التأسيس كمطلق يتمتع بإلزامية مؤبدة، أي يدخل التشريع والدولة في نطاق الدين. إشكالية التناقض مع قانون التطوع. النظام الديني: كل نظام ديني يطرح ذاته كممثل وحيد للمطلق، أي كمرادف حصري لمعنى الدين، وهو ما يجعل من نفي الآخر فكرة مقدسة. إشكالية النص. الرؤية المفهومية التي ترادف بين النص والمطلق، فهو لا يعترف بأن النص يحتوي إلى جوار المطلق الإلهي، الإيمان والأخلاق، أحكاما نسبية خاصة بسياقات إنتاجها التاريخية، مشاكل التوثيق الخاصة بالرواية السنية. يقول: النظام الديني ينشأ أصلا كإفراز للنظام الاجتماعي الذي ظهر فيه إبان حقبة التأسيس، ولذلك فإن المراحل الأولى اللاحقة عن نشأة النظام الديني لا تعرف مصطلح الإصطلاح الديني، لأن النظام الاجتماعي يكون هو ذاته
أو قريبا منه، ومن ثم فلا مجال للحديث عن تناقض. التناقض يبدأ بشكل تدريجي مع تزايد المسافة الزمنية الفاصلة بين اجتماعيات النشأة الأولى للنظام الديني واجتماعيات الواقع الاجتماعي اللاحقة عليه. والسبب ببساطة هو أن النظام الديني يتم تثبيته كمقدس بطبيعة التدين، فيما أن النظام الاجتماعي يستمر في التطور بطبيعة الاجتماع وقوانين العالم. ويقول: في نسق التدين العام تبرز فكرة محورية يمكن تلخيصها في العبارة التالية: أنا لا أمتلك الحقيقة فحسب، بل أمتلكها حصرا. أنا على حق وغيري على باطل، وهما لا يلتقيان. من هنا وحسب تاريخ التدين لم تكن الديانة تتبلور إلا من خلال المقابلة النقضية مع ديانة أو ديانات أخرى. فكرة الآخر المضاد حاضرة في صميم التكوين الأول لكل ديانة، ومن وجهة نظر دينية لا تبدو هذه الرؤية عقيدة إيمانية فحسب، بل أيضا مسلمة عقلية. يقول: مستقبل الدين في التخلص من زحمة اللاهوت، أي في العودة إلى معناه المطلق الله الأخلاق، وإلى منبعه الأصلي الذي ينتج الإيمان الذات الفردية. وهذا يعني بالضرورة تجاوز نظام التدين السائد من أصله، ذلك النظام التاريخي الموروث من التجربة العبرية. يقول: في الواقع الأمر يبدو الفقه متناغما مع رؤيته المفهومية للنص، أي يبدو تأسيسه النصي للعنف مفهوما بمقاييس التدين السائد. فإذا كان النص بجميع أجزائه كيانا مطلقا يقرأ بمعزل عن ملابسات نزوله التاريخية المنجمة، تكون الأحكام الهجومية الواردة في سورة التوبة وفي القرآن المدني بوجه عام أحكاما نهائية واجبة على الدوام، الأمر الذي يقدم استنادا صريحا للعقل الأصولي وهو يمارس القتال والقتل بسم الله. إن هذا يشرح بوضوح خطورة المعنى الإشكالي في مفهوم النص. فقبل تعديل هذا المفهوم لا سبيل لرفع التناقض بين مضامين نصية معينة والجوهر الأخلاقي الإلهي للدين. ويقول: لم يشهد الإسلام معركة شبيهة بمعركة كسر العظام التي شهدتها المسيحية الغربية مع العلم والعلمانية، وانتهت بتقليص سلطة الكنيسة في المجالين العام والخاص وتفاقم دور الدولة المدنية. الدور القابض للدولة في الشرق الإسلامي لم يتفاقم لأنه لم يتعرض من قبل لأي تناقض أمام تراجع ديني، وهي لم تتحول قط إلى دولة علمانية بالمعنى الكامل، رغم اكتسابها بفعل الاحتكاك لسمات مدنية قشرية وذات طابع إجرائي، وإنما ظلت من الناحية الموضوعية تمارس وإن بشكل مخفف صيغة الحكم التقليدية المعهودة في التراث الإسلامي، أعني صيغة الدولة الراعية للدين. يقول: ثمة تعارض ضروري بين الدين كما تقدمه الديانة التاريخية التوحيدية وقوانين الاجتماع. تقدم كل ديانة لاهوتها كمرادف حصري لمعنى الدين أو كممثل وحيد للحقيقة المطلقة، وهو ما يضعها في موقف التناقض مع قانون التنوع الطبيعي التعدد. وهي تقدم بنيتها التشريعية ذات الطبيعة المتغيرة كمعطيات نهائية مؤبدة لا يجوز عليها التغيير، وهو ما يضعها في موقف التناقض مع قانون التغير الطبيعي التطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.